دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده هيكون انطلاق مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه في دورته ال 15، وايضا الاعتماد والرقابه الصحيه هتحتفل النهارده باليوم العالمي لسلامه المرضى، واخبار تانيه كتير هنتعرف عليها من خلال التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار والأحداث المتوقع حدوثها النهاردة، فالنهاردة هينطلق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته رقم 15 بمشاركة 30 فرقة للإنشاد والموسيقى الروحية، وهيرأس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، وبيتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. النهاردة هتنطلق فعاليات الاحتفالية اللي بتنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، وده بمشاركة منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد المستشفيات العربية. كمان النهاردة هيقفل موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب، وده بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق والطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية. النهاردة هتبدأ الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT عدلي منصور العاصمة الإدارية إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي، وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30% ل 40%، وده الحين لانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. التخفيضات بتيجي في ضوء قرب بداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والخدمة مستخدمي القطار من سكان المدن الجديدة ولشرق القاهرة. لعشاق الكرة الإنجليزية هيكون معادهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 8 من المسابقة. مانشستر سيتي هيواجه وولفرهامبتون الساعة 1:30 الظهر، والساعة 4 العصر نيوكاسل يونايتد هيواجه بورنموث، والساعة 6:30 بالليل هيلتقي توتنهام مع ليستر سيتي.